السلام عليكم متابعينا الأعزاء. إن في الكون آيات عديدة دالة على قدرة الله عز وجل وعلى ربوبيته سبحانه، وأنه وحده المستحق للعبادة، ومن ذلك خلق السماوات والأرض وما فيهن، وخلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق الإنسان في أحسن هيئة وأحسن تقويم. ومن عظيم قدرته أنه خلق مخلوقات الأرض من زوجين اثنين، أم وأب. من هو الشخص الذي مات ولم يولد؟ وكيف عاش وأين مات وكيف مات؟ سنجيبكم عن هذه الأسئلة، ولكن لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النبي الذي خلقه الله ولم يولد هو آدم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منها الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. فبعث الله جبريل عليه السلام في الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع جبريل ولم يأخذ، وقال: ربي إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، وعاد فقال مثل ما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت الأرض منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطه، ولم يأخذ من مكان واحد، فأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء. فخرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى أصبح طينا لاذب، لزق بعضه ببعض. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فخلقه الله سبحانه وتعالى بيديه لئلا يتكبر إبليس عنه، فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا هو إبليس، فكان يمر به فيضربه، فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يكون له صلصلة. وأشار الله لذلك في قوله تعالى: من صلصال كالفخار. فكان إبليس يقول: والله لقد خلقت لأمر عظيم. فدخل من فيه وخرج من دبره، وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فقال الله تعالى للملائكة: فإذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فنفخ فيه الروح، فلما نفخ فيه الروح دخل الروح في رأسه فعطس. فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخلت الروح إلى عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ثم قال الله تعالى: يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون. فجاء فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك. قال آدم: أي ربي وما ذريتي؟ قال الله تعالى: اختر إحدى يدي يا آدم. فاختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن، فإذا رجال منهم أفواههم النور، وإذا برجل يعجب آدم نوره. فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال آدم: فكم جعلت له من العمر؟ قال: جعلت له 60 سنة. قال: أي ربي زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام، فزاده 40 عاما. فكتب الله عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما نفد عمر آدم وبعث الله إليه ملك الموت ليقبضه، فقال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال له ملك الموت: يا آدم، ألم تعطيها لابنك داود؟ قال: ما فعلت ولا وهبت له شيئا.
فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة عليه شهودا، فجحد ذلك فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم، إن أول من جحد آدم، إن أول من جحد آدم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال: فجمعهم لآدم يومئذ جميعا وما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهد عليهم أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل لكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتابي. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال آدم: يا ربي لو سويت بين عبادك. فقال الله: يا آدم إني أحببت أن أشكر. فلما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات، فقال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم وذهبت لتدخل دونهم، فقال لها آدم: إليك عني، فخلي بيني وبين ملائكة ربي. فقبضوه وغسلوه بالسدر والماء وترا، وكفنوه وحنطوه وحفروا له فلحدوه وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. وماتت بعده حواء بسنة واحدة. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة تشجيعا لنا، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.